بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وقنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشيات الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي المسمى فتح القريب المجيب، على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع الأصفهاني رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. كان المجلس الماضي فصل في أحكام الحضانة، وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب لضم الحاضن الطفل إليه، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته، أي تنميته بما يصلحه. يبقى الحضانة تنتج عن الطلاق، من نتائج الطلاق. يعني لو واحد ما طلقش زوجته مش محتاجين يقروا باب الحضانة أصلا، لأنهم عايشين مع بعض. لكن الحضانة متى تنشأ؟ بعد الطلاق أو الخلع أو الفسخ. يبقى أي فرقة بعد النكاح وفي أطفال تنبني قضية الحضانة بعد كده. هنعمل إيه في الأطفال؟ مين يحضنهم؟ لما طالما ما فيش فرقة يبقى ما فيش قضية حضانة أصلا. هذا بما يتعلق في موضوع النكاح. أما موضوع الحضانة لغير النكاح تكون لمجنون. افرض رجل كبير مثلا جن، مين أولى بحضانة؟ أمه لو لسه عايش، ملوش أم، أو زوجته ملوش زوجة، ليه أم، أمه ملوش أم، تبقى أخته، تبقى بنته، وهكذا. يعني ممكن الإنسان الكبير يتحضن برضه لو طرأ عليه خلل، يحتاج خدمة، بقى مجنون بتاع، مش شرط الحضانة يجيب بالك الطفل بس، وإن كان في الغالب العام بيجي الطفل. بيقول: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته، أي الأم الزوجة يعني، أي تنميته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. تكاليف بقى الحضانة، يبقى أفعال الحضانة على الأم الأفعال، والنفقة على الأب. ربنا يقول: والمطلقات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له الأب، المولود له مين؟ اللي هو الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، مش كده برضو؟ يبقى المولود له اللي هو الأب، لأن منتشر بين المصريين الوقت إن الرجالة تتجوز وتخلف وتسيب الأمهات تشتغل وتنفق وهو قاعد في البيت نايم على ودانه، أو يسيبها خالص ما يسألش عنها. وهذا حرام، من الكبائر، من الكبائر أن تضيع من تعول. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. طيب إذا امتنعت الزوجة اللي هي الأم يعني من حضانة ولدها، انتقلت الحضانة لأمهاتها، وتستمر حضانة الزوجة إلى مضي، تستمر الحضانة دي لحد 7 سنين. وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز، سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها. ثم بعدها يخير المميز، بعد 7 سنين نخير الطفل، تختار الأم ولا الأب؟ فأيهما اختار سلم إليه.
فإن كان في أحد الأبوين نقص نخيره إمتى؟ لو كان الأبوين ما فيهمش نقص كاملين. طب أحد الأبوين فيهم نقص، واحد عنده عاهة، مريض، مجنون، سافر، مش موجود، يبقى الحضانة مش هنخيره في الحضانة بقى خلاص، لأنه ملوش جهة يختار. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فالحق للآخر ما دام النقص قائما به، يعني بالطرف الآخر يعني. وإذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجدي والأم، وكذا يقع التخيير. يعني الأب مش موجود يحل محله أبو الأب يبقى الجد، الأم مش موجودة يحل محلها أم الأم تبقى الجدة. واضح؟ وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم، ملوش جد يبقى نخيره بين أخوه لأخ كبير وراجل يبقى هو الأخ. طب ملوش أخ يبقى العم الشقيق، عمه الشقيق مات يبقى ابن العم الشقيق. مفيش عم شقيق، في عم لأب ياخد العم لأب. مفيش أعمام خالص، نشوف أولاد الأعمام، وهكذا نمشي بهذا الترتيب. وشرائط الحضانة سبع، علشان يصلح للحضانة اللي هي لو اختل فيها واحد يبقى إيه ما يخيرش الطفل. أحدها العقل، فلا حضانة لمجنونة، هو حقه يقول لي مجنون وخلاص، لأنه قد تكون الحضانة للرجل والمرأة، لكن هو قالها بالأنثى هنا على أساس إن غالب الحضانة للأم. فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع، فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. والثاني الحرية، يبقى أول حاجة العقل والثاني الحرية. فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة. والثالث الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم، ما ينفعش. ومن ضمن الدين ان تبقى المرأة بتصلي، لو المرأة تركة للصلاة لا تصلح الحضانة، يبقى فيها نقص. كويس؟ ودي بتفوت على كثير من الناس، يعني الأم غير مصلية مش من حقها انها تحضن الطفل، لان هتربيه على ترك الصلاة، ما ينفعش. فهمت؟ دي من ضمن الحاجات المهمة. الدين، فلا حضانة لكافرة على مسلم. والرابع والخامس العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة. ومن ضمن الفسق إيه؟ ترك الصلاة أو السيرة البطالة، بتشتغل في كباريه تنفع تحضن دي؟ هتروح تربي الواد تقعده في الكباريه يمسكوا السكارة لحد ما تخلص الرقصة بتاعتها؟ دي بيئة يتربى فيها الطفل المسلم؟ مينفعش، مينفعش، مع السلامة. واحدة شغالة في الوسط الفني، مينفعش تبقى حضانة، لأن هذا الوسط قل من يكون نظيف الذيل فيه، واخد بالك؟ مينفعش. وأنت لازم تنقل بقى الفقه ده للأمثلة المعاصرة، فهمت؟ فلا حضانة لفاسقة. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة. يعني أم متبرجة تبرج زائد، الأم متبرجة تبرج زائد، ما تنفعش تحضن الطفل ده، خصوصا لو كانت طفلة كمان، هتربي بنتها على عدم الحياء، هتاخدها النوادي وتلبسها مايوهات بكيني وتعيشها في وسط غريب الشكل، يجي أبوها ياخدها بعد سن المراهقة ما تعرفش تسمع كلامه لأنها اتربت على عدم العفة. واضح؟ والسادس الإقامة في بلد المميز، لازم كمان تبقى مقيم. الأب مش عايش في بلد المميز والأم هي اللي عايشة، خلاص يبقى الأم تاخد، مش هيخير، لأن الطفل في بلده مع أقاربه وفي مدرسته وأماكن تعليمه، فبيأنس بهؤلاء. فهمت بقى؟ فيبقى لازم أحدهم يبقى مقيم. يعني لو تعاقد الأب في بلد وسافر هيسيب الحضانة بتاعته للمقيمة، لو تعاقدت هي وسافرت تسيب الحضانة بتاعتها للمقيم. فهمت بقى؟ الإقامة مهمة. والإقامة في بلد المميز بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا كان الولد المميز وغير مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى. افرض بقى أنه فعلا هينتقل، اتنقل من شغله في مدينة القاهرة
الى مدينة مثلا الاسكندرية، وهيعيش هناك بقى خلاص الاب، يبقى الاب اولى بانه يحضن ابنه معاه في النقل. فالاب اولى من الام بحضانته فينزعه منها. والشرط السابع الخلو، اي خلو ام المميز من زوج. ما ينفع لو الام هي اللي حضنت او الزوجة المطلقة حضنت ثم تزوجت اخر غير ابو الطفل، سقطت حضانتها في الحال، تقوم ايه يرجع الطفل. كل ده فيما قبل السبع سنين قبل التمييز، وفيما بعد التمييز لو اختار الام. واضح؟ الا لو كانت تزوجت بقى محرم، يعني اتجوزت ايه عم الطفل اللي هو اخو الزوج اللي طلق، ما يجراش حاجة. ابن عم الطفل ما يجراش حاجة، ما هو بقى العيلة فهيتربى خلاص، ما نسحبه. لكن لو تزوجت اجنبي خالص هنا بقى ايه ينزع. والشرط السابع الخلو، اي خلو ام المميز من زوج ليس من محارم الطفل. فان نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل او ابن عمه او ابن اخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك. فان اختل شرط منها، يعني من السبعة اللي فاتوا، فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري من أول ما وقفنا يوم الاثنين الماضي، بيقول هنا إيه. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون إلى آخره، يعني مقابل لمقدر، فكأنه قال هذا، يعني التخيير هذا السابق ده التخيير، إن لم يكن في أحد الأبوين نقص بأن كانا صالحين للحضانة. يبقى إمتى نخير الطفل؟ بعد سن 7 سنين نخيره لو كانوا الأبوين صالحين، أحدهما فيه نقص يبقى مفيش تغيير، يفضل مع الكامل. واضح؟ وإذا لم يكن الأب موجودا أفاد بهذا أن الجد يقوم مقام الأب. الأب ميت، الراجل طلق زوجته وليه أولاد منه، وبعد ما طلقها دعت عليه مات، خلاص الحضانة انتقلت إيه في التخيير بين الجد اللي هو أبو الأب وبين الأم اللي هي الزوجة المطلقة. خدت بالك؟ أفاد بهذا أن الجد يقوم مقام الأب في التخيير بينه وبين الأم عند فقد الأب. وقوله وكذا يقع التخيير أفاد بذلك أن الأخ وابنه الأخ وابنه والعم وابنه يقومون مقام الجد في التخيير بينهم وبين الأم عند فقد الجد. وكذلك يقع التخيير بين الأب والأخت لغير أب فقط، بأن كانت شقيقة أو لأم، لغير أب فقط، يعني إيه الأخت اللي أب وأم، يعني تبقى شقيقة. إحنا عندنا الأخ 3 أنواع، الأخوة 3 أنواع في الإسلام، أخوة أب وأم، وأخوة أب وأخوة أم، أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق، مش كده برضو؟ الإخوة لأم يسموهم الأخياف، والإخوة لأب يسموهم الإيه العلات، والإخوة الأشقاء يسموهم الأعيان. يبقى الإيه الأعيان والأيه والعلات والأخياف، دي أنواع الأخوة من حيث النسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد. يبقى الإخوة لأب والأم مختلفة يسموهم إيه إخوة علات، زي في الحديث كده أمهاتنا شتى يعني شرائعنا شتى، وأبونا واحد يعني ديننا واحد، الدين عند الله الإسلام. والأخت لغير أب فقط، الأخت لغير أب فقط معناها أخت الأب وأم، تبقى أعيان، بأن كانت شقيقة أو لأم تبقى أخياف. وكذا بين الأب والخالة عند فقد الأم.
الخالة برضو تحل محل الأم عند فقد الأم أو الجدة. يعني فقدنا الأم والجدة يبقى خالة الطفل. وشرائط الحضانة أي استحقاقها، وقول سبع، وطبعا يشترط خالة الطفل ما تبقاش متزوجة عشان تحضنه، فهمت؟ برضو لأن إذا كانت الأم تفقد حضانتها لو تزوجت أجنبي يبقى الخالة من باب أولى، فهمت بقى المسألة؟ يعني ليه خالة متزوجة وخالة غير متزوجة؟ يبقى غير متزوجة هي اللي تحضن على طول، فهمت بقى؟ وشرائط الحضانة أي استحقاقها سبع، وفي بعض النسخ سبعة، وترجع إلى ستة، لأن العفة والأمانة عندهم اتنين ويرجعان إلى شيء واحد وهو العدالة اللي هي الديانة كما سيأتي. وزيد عليها شرائط أخر حتى أوصلها بعضهم إلى نحو 15 شرطا، فمنها ألا يكون الحاضن صغيرا لأنها ولاية وليس هو من أهلها، ومنها ألا يكون مغفلا بحيث لا يهتدي إلى الأمور، ومنها ألا يكون أعمى لا يجد من يباشر أحوال المحضون نيابة عنه بخلاف ما إذا وجد من يباشرها عنه، ومنها ألا يكون أبرص ولا أجزم، يعني ما يكونش مصاب بداء معدي وإلا هيعدي الطفل، ومنها ألا يكون أبرص ولا أجزم إذا كان يباشر الأفعال بنفسه بخلاف ما إذا كان يباشرها غيره عنه، ومنها ألا يكون به مرض لا يرجى برؤه كالسل والفالج، شلل يعني، فالج الشلل، والسل كان أيام الشيخ البيجوري لا علاج له، يودرن هي من احنا خلاص لي علاج، تاخد علاجها 6 شهور وخلاص وتحضن ابنها وانتهينا. والفالج اللي هو الشلل إن كان بحيث يشغله ألمه عن كفالة المحضون والنظر في أمره، أو كان بحيث يعوق عن الحركة وهو يباشر الأعمال بنفسه دون من يدبر الأمور بنظره. افرض الأم عندها شلل لكن عندها خادم وهيحضن الطفل يعمل الأفعال تحت مباشرتها، يبقى ما تسكتش حضانته طالما عندها خادم هيقوم بالمهمة وهي بتشرف عليه، لكن لو ما فيش خادم وهي أصلا مشلولة معاقة يبقى ما تنفعش بقى تحضن هي، لأن هي محتاجة اللي يقضي حوائجها، وفاقد الشيء لا يعطيه. أو كان بحيث يعوق عن الحركة وهو يباشر الأعمال بنفسه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره، ومنها ألا تمتنع من إرضاع المحضون، ومنها كمان تقول أنا أنا هربيه كل حاجة بس مش هرضعه، والثدي في إيه؟ وثديها في لبن، فهمت ازاي؟ ومش عايزه ترضعه، اصلها سمعت في الجرايد ان الرضاعه بتخلي الثدي مرهرت كده ويبقى مش حلو، مخ طايق، يبقى خلاص تفقد حضانتها مثلا، لكن هي ثديها ما فيهوش لبن اصلا، خلاص معلش ما تسكتش حضانتها لان ده بغير اختيارها، فهمت؟ ومنها ألا تمتنع من إرضاع المحضون إذا كان راضعا وكان فيها اللبن، فإذا امتنعت من إرضاعه في هذه الحالة فلا حضانة لها حتى لو طلبت أجرة ووجد الأب متبرعة قدمت المتبرعة، ولا حضانة للأم فإن لم يكن فيها لبن استحقت الحضانة لعذرها كما هو الظاهر، خلافا لظاهر عبارة المنهاج من أنه لا حضانة لها حينئذ، يعني يقصد لا حضانة لها في حال ما لو كان في ثديها لبن ورفضت إرضاعي، يبقى أدي ما. أيوة مش الإرضاع الإرضاع دي أجرة نفر، أيوة إذا الحقها تقبل الحقها ترفض ليه إذا رفضت ما لا لا هو القاضي يلزمه وإيه ما ترفضش، لكن القاضي يلزمه. قوله أحدها أي أحد الشرائط السبع التي في كلامه العقل، العقل خبر المبتدأ الذي قدره الشارح، قال لك إيه؟ وشرائط الحضانة سبع، العقل يبقى خبر لمبتدأ تقديره أحدها، فهمت بقى؟ عشان كده الشارح قال لك أحدها العقل، فجاب لك إيه؟ يبقى العقل خبر لمبتدأ قدره الشارح بقوله أحدها، وكان في كلام المصنف بدلا من السبع. طب في كلام المصنف من غير شرح
وشرائط الحضانة سبع العقل. يبقى العقل بدل بعض من كل، فهمت؟ لكن اما قال وشرائط الحضانة سبعة، جه الشارح قال احدها العقل، بقى احدها هو، فهمت بقى المسألة؟ يبقى اعرابه يختلف في الشرح عن المد. قول فلا حضانة لمجنونة تفريع على مفهوم الشرط، ولو قال لمجنون لشمل الذكر، لكنه اقتصر على الأنثى لأنها الأصل في الحضانة. وقول أطبق جنونها وتقطع، أي ما لم يقل أخذا مما بعد، وإنما لم يكن للمجنون حضانة. ليه بقى التعليل؟ لأنها ولاية، الحضانة نوع من الولاية وليس هو من أهلها، ولأنه في نفسه يحتاج إلى من يحضنه، فكيف يحضن غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فهم؟ فإن قل جنونها، يعني إيه؟ الأم اللي هتحضن الطفل عاقلة الحمد لله، بس يجي كل سنة في تغيير الفصول يجي لها نوع من الأمراض النفسية الشديدة زي الاكتئاب الدوري كده، في اكتئاب دوري، في ناس بيجي لهم حاجة اسمها سايكليك ديبريشن مشهور. فإذا كان كده يبقى في الفترة اللي بتعياها دي يرجع لأبوه لحد ما تخف وترجع تاخده تاني، فهمت؟ لكن طول السنة مجنونة أو مريضة مشغولة في نفسها يبقى ما تنفعش يبقى في الحضانة بقى. فإن قل جنونها مقابل لمحذوف تقدير هذا إن لم يقل جنونها. وقولك يوم في سنة، وفي بعض النسك كيوم في سنين، والأول أولى لإفادته الثاني بالأولى. وقالوا لم يبطل حق الحضانة بذلك، أي بجنونها القليل كيوم في سنة، ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم للولي. يبقى الفترة اللي هي فيها عيانة يروح الواد لأبوه، الأغنية تقول لك ادي الواد لأبوه، أي دي ماشية مع القاعدة، فهمت ازاي؟ يبقى الواد هياخد أبوه في الفترة دي. طب أبوه مش موجود، ادي لجده أبو الأب، فهمت ازاي؟ وهكذا. ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم للولي، قال العلامة الرملي، ولم أرى لهم كلاما في الإغماء. قال لك طب افرض أغموا عليها، مش مجنونة، جالها غيبوبة، أغموا عليها، مش نقلوها المستشفى، غيبوبة سكر، أي غيبوبة من الأسباب، أسبوع الغيبوبة كتير، وقعدت في الغيبوبة دي أسبوع شهر، العالم فائت الحمد لله وعالجوها، طب الفترة دي تنتقل الحضانة برضو، ادي الواد لأبوه، نرجع تاني نفس الحكاية. الإمام الرملي بيقول ما نصوش على الإغماء الفقهاء السابقين، فبيقول إيه بقى؟ ولم أرى لهم كلاما في الإغماء، والأقرب أن الحاكم يستنيب عنه زمن إغمائه، ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد. يبقى حاجة من الاتنين، يدي الولد لأبوه، طب أبوه مش موجود وجده مش موجود، القاضي ينيب واحد يقوم برعاية الطفل لحد ما الأم تفيق، واخد بالك؟ قول والثاني الحرية، الحرية الكاملة، ما تبقاش بقى إيه يعني فيها عبودية، رق يعني، ده مش موجود الحمد لله دلوقتي، ما عندناش دلوقتي إيه حكاية رق. والثاني الحرية الكاملة فلا حضانة لرقيقة. أيام الإمام البيجوري كان فيه لسه رق، لأن الرق انتهى في مصر سنة 1850، والإمام البيجوري كان موجود لحد سنة 1800 مثلا وعشرين وثلاثين، يعني مات وكان لسه في رق، خدت بالك؟ عشان كده بيتكلم على والثاني الحرية أي الكاملة فلا حضانة لرقيقة، تفريع على مفهوم الشرط، ولو قال لرقيق لشمل الذكر، لكن تقدم أنه اقتصر على الأنثى لأنها الأصل في الحضانة، والمراد الرقيق كلا أو بعضا، فيشمل المبعض، يعني رقيق مملوك من إيه لأكثر من سيد شركي يعني، فبعضهم اعتقه فصار بعضه حر وبعضه رقيق، يسموه مبعض، فهم؟ وإنما لم يكن للرقيق حضانة لأنها ولاية وليس هو من أهلها، ولأنه الرقيق مشغول بخدمة سيده. ويستثنى من قوله فلا حضانة لرقيقة
ما لو أسلمت أم ولد الكافر فإن حضانة ولدها لها مع كونها رقيقة. ده استثناء، متى تصح الحضانة للرقيقة؟ إن كانت أم ولد كافرة أسلمت، خلاص يبقى ما احنا قايلين إن إيه، ما ينفعش الكافر يحضن مسلم. واضح؟ يعني لو واحد متزوج امرأة مسيحية وطلقها، لو راجل مسلم متزوج امرأة مسيحية وطلقها، لا حضانة له لاختلاف الدين، فاهم؟ لأنها نقص، في عندها نقص. ما احنا قايلين شرائط الحضانة 7، منها الديانة، الدين. واضح؟ ما لو أسلمت أم ولد الكافر فإن حضانة ولدها لها مع كونها رقيقة. ليه؟ لأن الطفل يتبع الأم، يتبع الأم في الرق والحرية، واخد بالك إزاي؟ ويتبع الأعلى في الديانة، ويتبع الأعلى في الديانة. يعني نفرض واحدة أوروبية مسيحية متزوجة وعندها طفل رضيع، جات الست المسيحية المتزوجة دي أسلمت، خلاص ابنها ده اللي بترضعه يتبعها في الديانة على طول، يبقى مسلم، يتبع الأعلى، واخد بالك ازاي؟ طب افرض كانت أمة يعني رقيقة، يبقى يطلع رقيق زيها، فهمت؟ يبقى يتبعها في الحرية والرق، ويتبع الأعلى في الديانة، ويتبع الأب في النسب، يبقى يتبع الأب في النسب، ويتبع الأم في الرق والحرية، ويتبع الأعلى في الديانة. فهمت بقى المسألة؟ قواعد تبقى في ذهنك كده، تبقى فاهمها عشان تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. فإن حضانة ولدها لها مع كونها رقيقة ما لم تنكح، ما لم ايه؟ تنكح، ما لم تنكح، لتبعيته لها في الإسلام مع بقاء أبيه على الكفر. تكتب كده في الهامش، لأن الطفل يتبع الأعلى في الديانة، ولا حضانة لكافر على مسلم كما سيأتي. ربنا بيقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ولاية. الآية كده في سورة النساء، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني نوع السبيل، الولاية نوع من السبيل، سلطة يعني سلطنة. يبقى السبيل هنا أي سلطان، أي سلطنة، منها الولاية. ولا حضانة لكافر على مسلم كما سيأتي. والمعنى فيه فراغها للحضانة لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها. ليه بقى أم الولد الكافرة لو أسلمت نخليها تحضن؟ بيقول لك لأن إسلامها هيمنع سيدها من قربانها، ما يعرفش يستمتع بها، خلاص صارت مسلمة، فما بقتش مشغولة بالسيد، وبقت هي الأعلى ديانة، فهي تاخد تحضن. فهمت بقى المسألة؟ والمعنى في هذه الحالة يعني فراغها للحضانة لمنع السيد اللي هو الذي ما زال على كفره من قربانها، أي بعد إسلامها، فهمت؟ مع وفور شفقتها، علشان هي الأم والأم أشفق. فإن نكحت يعني إيه زوجت، فإن نكحت حضناه أقاربه المسلمون. نشوف الواد ده ليه قرايب مسلمين ولا لأ، خدت بالك؟ لو ليه قرايب مسلمين يقربه، أي قريب له مسلم، أقاربه المسلمين دون الأبي، لأن الأب لسه إيه كافر. في الصورة هنا المثال إن الأب لسه كافر، دون الأبي على الصحيح، لأنه ربما فتنه في دينه، لأن لو خدوا الأب الكافر يربي ابنه هيربي يطلعه كافر زي، فاهم؟ فإن لم يوجد أحد من أقاربه المسلمين نعمل إيه؟ يحضنه المسلمون الأجانب، الأمة كل أي واحد من المسلمين الطيبين يتبرع، خدت بالك؟ وياخده يربيه عنده.
قول وإن أذن لها سيدها، أي فلا عبرة بإذنه، لأنه قد يرجع فيتشوش أمر الولد مع أنها ولاية فلا يؤثر فيها إذن السيد. يعني سواء السيد أذن للآمة بتاعته أنها تحضن ابنها أو لا تحضنه، إذنه ما يؤثرش، لأنه طول ما هي أمة غير أهل للإيه، للولاية. فهمت؟ هي نفسها غير أهل للولاية، لوجود العبودية اللي هو الرق يعني. أيوة. ما هو ملكها، أيام زمان كان الرق ده بالمال. والله لما المسلمين بقى يكونوا أقوياء يروحوا يشتروها منه، زي ما كان سيدنا أبو بكر الصديق بيعمل. واخد بقى؟ إنما افرض ما فيش، إحنا عايزين نشوف الواد ده هيطلع إيه الوقت، إحنا بنتكلم في مصلحة الولد. ايوه، لان هم لو عايشين في بلاد مسلمين بيبقوا ملتزمين باحكام الاسلام. طب ما المسيحيين وهم عايشين ونعينا ملتزمين باحكام بالاحكام بتاعه القانون، هيبقى في قانون. ما هو في بلاد المسلمين معناها ملتزمه باحكام الاسلام، خدت بالك؟ القضيه اللي بتسال فيها لو هي عايشه في بلاد كفار، ما فيش قانون يلزم، فيش قانون يلزم، في الحاله دي وجب عليها الهجره وأن تهرب، أو إنها تروح للهيئة المسؤولة عن المسلمين في بلدها عشان يشتروها من إيه، من هذا الرجل الكافر الذي يملكها. واخد بالك؟ أدي المثال. لكن هو وجوب، وجوب على العموم يعني، مش على أعيان الأمة، على عموم الأمة أنها تحافظ. أيوة. والثالث الدين. يبقى أول شرط على شوف الحضانة العقل، تاني شرط الإيه؟ الحرية، تالت شرط الدين أي الإسلام. فيشترط إسلام الحاضن، لكن فيما إذا كان المحضون مسلما، أخذا من كلام الشارح. وأما إذا كان المحضون كافرا، ما هو هتقول لي طب الطفل ما احنا ما بنحكمش عليه بكفر ولا بإسلام، ما احنا ما بنتكلمش على، هو لازم المحضون يبقى طفل؟ ما ممكن المحضون يبقى راجل كبير مجنون، مش كده برضو؟ فإذا كان راجل كبير ومجنون ومحتاج حضانة، حد يعني يرعيه، والراجل ده كافر، يبقى لا يشترط في من يحضنه أن يكون على الإسلام. فهمت إزاي؟ فيشترط إسلام الحاضن، لكن فيما إذا كان المحضون مسلما أخذا من كلام الشارع. وأما إذا كان المحضون كافرا فتثبت الحضانة للكافر عليه وللمسلم أيضا بالأولى، لأن فيه مصلحة له. والحاصل أن الصور أربع، تثبت الحضانة في ثلاث منها، فتثبت للمسلم على المسلم وللكافر على الكافر. الحمد لله، يكون الأصلح. والمسلم على الكافر يبقى هتثبت في ثلاث أحوال، مسلم على مسلم، مسلم على كافر، كافر على كافر. يتبقى لنا صورة واحدة الرابعة اللي هي كافر على مسلم، دي اللي ما تنفعش. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى عندنا أربع صور للعلاقة دي، ثلاثة منها تثبت، واحدة منها لا تثبت. تثبت مسلم على مسلم، مسلم على كافر، كافر على كافر. طب وكافر على مسلم، دي التي لا تثبت. فهمت بقى الصورة؟ وتمتنع في واحدة فلا تثبت للكافر على المسلم. ولو حمل كلام المصنف على أنه يشترط اتفاق الحاضن والمحضون في الدين لشمل الصورتين الأوليين، ويكون في المفهوم وهو اختلافهما في الدين تفصيل، وهو أنه إن كان الحاضن مسلما والمحضون كافرا ثبتت الحضانة، وإن كان الحاضن كافرا والمحضون مسلما امتنعت الحضانة. وربما يؤيد هذا عدول المصنف إلى التعبير بالدين عن التعبير بالإسلام، وينزع ندبا ولد ذمي وصف الإسلام من أقاربه الذميين، وإن لم يصح إسلام احتياطا لحرمة كلمة الإسلام. يعني لو واد ذمي، يعني ايه؟ طفل صغير رضيع مع مسيحيين ذميين عايشين في بلاد المسلمين مرتضين باحكام الاسلام، كويس؟ ليه بعض اقاربه، هذا الطفل الذمي ده ليه بعض اقاربه مسلمين، يبقى ينزع ندبا لاقاربه المسلمين.
فهمت بقى المسألة؟ فهمت الصورة؟ وإن لم يصح إسلامه لأنه لسه طفل، الطفل بيبقى تابع، لما يبلغ البلوغ والعقل بيختار ويصح إسلامه بعد ذلك، احتياطا لحرمة كلمة الإسلام، ويحضنه المسلمون وإن لم يكونوا من أقاربه، ومؤنته في ماله إن كان له مال، وإلا فعل من عليه نفقته إن كان، وإلا فعل بيت المال، ثم على مياسير المسلمين أغنياء المسلمين، لأنه من المحاويج، فلا حضانة لكافر على مسلم. تفريع على مفهوم الشرط. ولو قال لذي كفر على ذي إسلام لشمل الذكر والأنثى، لكنه اقتصر على الأنثى لأنها الأصل في الحضانة كما تقدم، وإنما لم يكن للكافر حضانة على المسلم لأنه لا ولاية له عليه. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقول النبي في الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. في حديث للنبي برضه يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يبقى عندنا آية وعندنا حديث. الآية: ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، والحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولأنه ربما فتنه في دينه فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المتقدم، فإن لم يوجد أحد من أقاربه المسلمين حضنه بقية المسلمين. والرابع والخامس: العفة والأمانة. إنما جمع بينهما لتلازمهما. إيه الفرق بين العفة والأمانة يعني؟ العفة هو خلق في النفس يمنع الإنسان من فعل المحرم، دي العفة، والأمانة ضد الخيانة. يبقى العفة خلق في النفس يمنع الإنسان من فعل المحرم مطلقا، حتى ولو قاعد منفرد كده ما يحبش يعمل حرام لأنه عنده رقابة كده، يقول لك فلان عفيف. إذ العفة بكسر المهملة الكف عما لا يحل ولا يحمد كما في المحكم، والأمانة ضد الخيانة، فكل أمين عفيف وعكسه، فيؤولان إلى شرط واحد وهو العدالة، كما سيشير إليه الشارح بقوله: فلا حضانة لفاسقة. فلو عبر المصنف عنهما بالعدالة لكان أخسر، وإنما جعلهما شرطين نظرا لتغايرهما لفظا وإن تلازم معا. فلا حضانة لفاسقة تفريع، ما فيش عفة ولا أمانة، يبقى الإنسان فاسق خلاص، اسمه فاسق. يعني مسلم وعندوش عفة ولا عنده أمانة، يبقى إيه؟ يبقى فاسق، ساقط العدالة يعني، ده لا يصلح إنه يبقى حاضن. واضح؟ فلا حضانة لفاسقة تفريع على مفهوم الشرطين معا، لأنهما يؤولان إلى شرط واحد وهو العدالة كما مر. وإنما لم يكن للفاسق حضانة لأنها ولاية والفاسق لا يلي، ولأنه يخشى أن المحضون ينشأ على طريقته، لأن الصحبة تؤثر. ولذلك قال بعضهم عن المرء: لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن الفاسقة تاركة الصلاة، بينوه يعني الإمام البيجوري، لأن ترك الصلاة مشهور بين الستات، مش عارف ليه يعني، هو مشهور عموما، بس لو عملوا نسبة تلاقي الستات تارك الصلاة أكتر من الرجال تارك الصلاة، مش عارف إيه السبب، قلة الديانة بقى ولا علشان هما بيتركوا الصلاة وقت الحيض فبيتعودوا، يقول لك بلو جملت فمتعودين، يمكن يقول لك متعودة. يبقى في الحالة دي يعني، أنا عندي كتير من الحكيمات اللي في المستشفى عندي بتعامل معاهم، تلاقيهم مثلا إيه قايمين ببيوتهم وبيربوا عيالهم وستات كويسين وكل حاجة، بتسألها بتصليش، إيه المصيبة دي؟ طب ليه ما بتصليش؟ أصلي بنسى، أصلي بكسل، حاجة كده تفقع يعني، ما تربوش كويس. ما علشان كده لازم تربي أولادك على إيه؟ على الصلاة من صغرهم، يطلعوا متعودين على الصلاة على طول. إنما ما بيتربوا كده وما يهتموش بالصلاة، تكبر الست من دول متعودة أنا ما بتصليش، مشكلة. فدي خد بالك من الحكاية دي. علشان كده الرسول اطلع على أهل النار وجد إن أغلب أهل النار إيه؟ نساء. فربنا ينجينا.
ومن الفاسقة تاركة الصلاة فلا حضانة لها، وإنما نبهنا عليه لأنه يقع كثيرا في زماننا هذا، حتى من أيام الشيخ البيجوري. حاجة سبحان الله، أن الأم مثلا تكون تاركة الصلاة ومع ذلك تطلب الحضانة، وربما يقضى لها بذلك ولا يتنبه القاضي لهذا، أن يسأل هل هي بتصلي ولا لا يعني. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة، يعني أنت مش هتنقب على قلبها، أنت ليك مظهرها. جاية الأم رفع قضية حضانة عايزة تاخد إيه الطفل، وراح للقاضي لابسة أحمر وأبيض وأخضر وبتاع وستريتش ومتبرجة والسيجارة في إيدها ومستنية الحكم. المظهر ده يخلي القاضي ما يحكمش ليها الحضانة، خلاص دي فاسقة. فهمت بقى؟ من مظهرها كده. لا متشكرين المرة الجاية. وحكمت المحكمة الحضانة للأب، يلا خده يا راجل امشي. فهمت؟ ايه اللي منعه؟ ان ايه؟ ان الديانة الظاهرة عندها فيها خلل. لكن مش شرط ان انا اسأل بقى هل هي يعني كثيرة ذكر الله مراقبة لله في قلبها؟ هل قلبها فيه عفة ولا ما فيهوش عفة؟ ما اسألش بقى عن بواطن الأمور، مش دعوة بالقلب. يقول لك ده صحيح الست دي رقاصة بس طيبة قوي. ما شاء الله متصدقة. ما ينفعش. الله قال طيب لا يقبل إلا طيب. مش كان في واحدة رقصة في الهرم عاملة مائدة الرحمن بالديوك الرومي من عدة الرمضانات؟ واخد بالك؟ ما ينفعش برضه. ما ينفع، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. خد بالك يا سيدي؟ يلا أقم أذن الله. في أذان دلوقتي مش كده؟ يلا أذن. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة أي التي ثبتت عند القاضي بقول المزكين. العدالة الباطنة تحتاج لبينة وشهادة شهود، إنما العدالة الظاهرة يكفي مظهرها أمام القاضي، طريقة كلامها، واخد بالك، أسلوبها، زيها، هيئتها، دي كلها بتبقى ظاهرة قدام القاضي، هيعرف على طول إن دي كده كويسة ولا لأ. طيب لو في بقى حضانة باطنة يحتاج يجيب شهادة المزكين بقى. قوله بل تكفي العدالة الظاهرة التي عرفت بالمخالطة والمعاملة وإن لم تثبت عند القاضي، ومحل هذا إن لم يقع نزاع في أهليته للحضانة قبل تسلم الحاضن للمحضون، وإلا فلا بد من العضانة الباطنة. لو حصل بقى إنه حكم بها للأم القاضي، فراح الأب رفع قضية نزاع في الحضانة إنها لا تصلح، إنها غير مؤهلة للحضانة، فيها نقص أو فيها عدم ديانة وقلة ديانة، يبقى ساعتها لازم يجيب إثبات بقى للقاضي، شهود يعني، خدت بالك؟ خلاص، ما هو لو النقص ترفع قضية تاني ويتناقش فيها مرة أخرى وينظر تاني القاضي، ما احنا قايلين اللي فيه أي نقص لو زال النقص تعود له حق الحضانة. واضح؟ فإن زي مثلا افرض تزوجت غير أبو الطفل، يعني طلقها وعنده طفل حضانته، تزوجت سلبنا الابن منها علشان لا تصل الحضانة وهي مشغولة بزوج آخر، خدت بالك؟ جاء الزوج التاني ده طلقها، تعود لها الحضانة. فهمت بقى؟ يجيب بقى شهود امام القاضي انها متزوجه عشان ياخد ابنه منها، واخد بالك؟ هيجيب لما يرفع قضيه هتروح جايبه له الورقه بتاعت العرف دي هتثبت، والا هتبقى زني. فاذا ثبت عند القاضي انها تزوجت عرفي يبقى في الحاله دي هيسلب الحضانه منها الى الاب او الى امها، واخد بالك؟ الجدة يعني. فإن كان بعد تسلم الحاضن للمحضون قبل قول الحاضن في الأهلية، يعني النزاع. والسادس الإقامة، سادس شرط تبقى مقيمة في بلد الطفل، أي فلا حضانة للمسافر سفر حاجة لخطر السفر، بخلاف المسافر سفر نقلة، فإنه لا تسقط حضانته إذا كان هو العاصب، بل الحضانة له ولو مسافرا سفر نقلة حفظا للنسب. الأب لو تسافر سفر نقلة يعني تنقل، يبقى هو أولى بالحضانة علشان يحافظ على نسب ويعرف أبوه، يطلع عارف أبوه، فهمت؟ لكن لو أبوه تنقل وقلنا مش هيحضنه وكبر الواد، مين أبوك يا واد؟ ما يعرفش، فلازم عشان نحافظ على نسبه يمشي مع ربه. لكن لو سفر حاجة وهيرجع هيروح يحج ويقعد له شهر هناك ويرجع، يبقى هي تحضنه لحد ما يرجع ابوه. واضح؟ وقوله في بلد المميز ليس بقيد، فلو قال في بلد المحضون لشمل الصغير والمجنون، ولعله اقتصر على ذلك نظرا لصورة التخيير بين ابويه، فانه لا يخير بينهما الا المميز كما علم مما سبق. وقوله بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد تصوير لتحقق الشرط وهو الإقامة، لكن لو قال بأن يكون الحاضن مقيما لكان أولى، لأن المدار على إقامة الحاضن في بلد المحضون، ولعله صوره بذلك نظرا لصورة التخيير بين أبويه، فإنه لا يخير بينهما إلا إذا كان مقيمين في بلد واحد. فلو أراد أحدهما أي الأبوين كما هو صريح كلام ومثلهما غيرهما مما في معناهما يعني في الحضانة سفر حاجة، أي سفرا لحاجة يقضيها ثم يعود، وسيأتي مقابله أو سفر النقلة. وعلم من ذلك أن المفهوم فيه تفصيل كحج وتجارة، أي وزيارة وعيادة. وقول طويلا كان السفر أو قصيرا، إيه بقى حد طويل أو قصير في كتب الفقه الإسلامي؟ الطويل اللي هو مسافة قصر، الطويل اللي هو مسافة قصر، والقصير اللي هو أقل من مسافة قصر، يبقى طويلا يعني فوق 84 كيلو، فهمتني بقى ازاي؟ وقصيرا أقل من كده، ادي المسافة. يبقى الطول والقصر مش في المدة، في المسافة.
التعميم في سفر الحاجة، وظاهره ولو كان سفر نزهة كخروجه إلى الخلاء. قوله كان الولد المميز وغيره، كان الأخسر أن يقول كان المحضون مع المقيم من الأبوين، أي لا مع المسافر لمشقة السفر على المحضون حتى يعود المسافر منهما، فإذا عاد المسافر منهما عادت منهما الحضانة لمن كانت له قبل السفر. وفي صورة المميز يعود التخيير بينهم. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة، أحد الأبوين سفر نقلة يتبع الأب على طول محافظة للنسب، أي انتقال من بلد إلى بلد بخلاف النقلة من محل إلى محل آخر في البلد. طبعا لو اتنقل من حي لحي في البلد مش مشكلة، كان ساكن في المقطم هيبقى ساكن في مصر الجديدة، ده مش سفر نقلة. لكن لا، ده ساكن في المقطم هيبقى بعد كده ساكن في اسكندرية، لا دي بعيدة، يبقى أو هيسافر مثلا وعمل إيه هجرة لكندا، الله ده مش هينفع دي، يبقى على طول ينتقل الحضانة للي قاعد في بلد المقيم، خدت بالك؟ فإنها لا تضر لأنها لا سفر فيها، اللي هي لما يبقى من حي لحي يعني داخل المدينة. وقوله فالأب أولى من الأم بحضانته، أي حفظا للنسب، لأنه لو ترك مع الأم ضاع نسبه. ومثل الأب بقية العصبة، أبوه أبو أبوه عمه الشقيق أخوه الأكبر، كل دول أولى بيه، فهمت بقى؟ ولو غير محرم، غير محرم علشان يقول لك العم وابن ابن العم مثلا، ابن العم الشقيق ممكن يبقى غير محرم، لكن لا تسلم مشتهاه لغير محرم كابن العم حذرا من الخلوة المحرمة، بل لثقة يعينها هو كبنته، يعني هو ابن عمها اللي هو مقيم في البلد، ابن عم الطفلة، والأم هتسافر سفر نقل، والطفل ده أبوه مات وملوش جد وملوش إخوات، هيبقى ابن العم الشقيق اللي، طب الطفلة دي بقت مشتهاة كبير، أسلمها لابن عمها الشقيق قد يخلو بها وتبقى ينبني عليها مشاكل، لا، يجي ابن العم الشقيق يعين أمينة تبع إشرافه هي اللي تتحملها وهو يشرف عليها، فبنته زوجته أخته، فهمت بقى إزاي؟ دي لو كانت إيه كبرت وبقت مشتهى، وكان الحاضن إيه يعني ليس محرما لها، يعني الشرع ما تركش صغيرة ولا كبيرة إلا نظر له واهتم به لرعاية لديانة كل إيه إنسان، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عاقلا أو سفيها، سواء كان فقيرا أو غنيا. لكن لا تسلم مشتهى لغير محرم كابن العم حذرا من الخلوة المحرمة، بل لثقة يعينها هو كبنته كما تقدم. ومحل كون العاصب أولى به في سفره إن أمن الطريق والمقصد، وإلا فالأم أولى به للخوف عليه حينئذ. طب افرض أن الأب، احنا قلنا الأب أولى أن ياخده معاه في سفر النقلة، طب افرض أنه هيسافر سفر نقلة لكن في بلد غير آمن، بلد فيها حرب، فهمت؟ يبقى ما ينفعش، هيتنقل وهيروح الوقت الشام، هيعيش في الشام، الشام الوقت قاعدين بيفجروا بعضهم، ربنا يهديهم، فما ينفعش الإقامة هناك في الشام الوقت غير آمن، ما ينفعش. واد بقى جهادي وهيطلع كده يقول لك أنا هروح أجاهد في سوريا، وهو مطلع مراته هنا، ويقول لك الشرع قال إن أنا أخد الواد معايا، نقول له لا الشرع ما قالش تاخد الواد معاك يا أستاذ، لأن السفر ده سفر غير آمن، لما تبقى تسافر سفر حتة آمنة خده، فهمت بقى؟ فالحاجات دي مهمة تاخد بالك منها. يبقى يشترك كمان إيه بلد الإقامة اللي هيتنقل فيها تبقى بلد آمنة، والطريق للسفر يكون طريق آمن كمان، يبقى طريق السفر كمان يكون طريق آمن. الإقامة هناك، أنا مذهبي أنا ما ينفعش، لأن الإقامة هناك الدائمة هناك غير آمنة، هيطلع كافر، فما ينفعش، يعني خد الجنسية الأمريكية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن لا وإن لا يرجعون، وهياخد أطفاله يربيهم هناك في أمريكا، ما ينفعش، نقول له سيبهم هنا يعيشوا ويتربوا في بلاد المسلمين، فهمت بقى؟ ليه؟ لأن هيعيشوا هناك الأطفال دول هيكبروا إن لم يتنصروا هيبقوا أنصاف مسلمين، وبعدين يكبروا ويتجوزوا يطلعوا ولادهم بعد كده مش مسلمين خالص، الجيل الثاني والثالث تملي بيهم مش مسلمين، ودي دراسة معروفة كل اللي عايشين في أمريكا عارفين كده، الجيل الأول
اسلام ضعيف، الجيل الثاني نو اسلام، خدت بالك؟ والجيل الثالث كفر محض، حتى ما يعرفش ان اجداده كانوا مسلمين. شو الى هذه الدرجه؟ هذيك انت شايف اوباما ابوه مين؟ ابوه مسلم نيجيري، لانه نشا في امريكا. ابوه المسلم النيجيري ده راح اتجوز واحده امريكيه، وبعدين ساب اوباما هناك ربيته هي، وبعدين رجع هو نيجيريا، طلع اوباما ايه؟ مسيحي امريكي. فهمت؟ لو كان خده معاه نيجيريا كان زمان طلع مسلم، ويكون مقامه عند الله اعلى من كونه رئيس امريكا. فهمت؟ ايه رئيس امريكا وبعدين يبقى كافر يعني؟ يعني انت خيروك كده، تبقى انت رئيس امريكا وسيب دينك، هتقول ايه؟ لا متشكرين قوي، جزاكم الله خير، انا عايز ان ابقى خادم في مسجد الاشراف. ما هو برضه بيت ابيض اهو. الحمد لله. والشرط السابع الخلو. الشرط السابع الخلو من الزوج، يعني الخلو من الزوج. يشمل الخلو من الزوج ما لو طلقت ولو رجعيا فتثبت لها الحضانة ولو في العدة، لأنها إنما سقطت حضانتها بالنكاح لكونها مشغولة بالاستمتاع، ولا شك أنه يحرم الاستمتاع بالطلاق الرجعي كالباقي. قول أم المميز كان الأشمل أن يقول أم المحضون، لأن سواء حتى لو كان طفل مش مميز، لكنه نظر لصورة التخيير كما تقدم. قول من زوج ليس من محارم الطفل، اتجوزت المطلقة دي اللي هي الحاضنة للطفل، تزوجت واحد أجنبي مش من العيلة، مش من عيلة الطفل، يبقى سقطت حضانتها ولو كان الطفل رضيع. واضح؟ تروح للأب ياخد هو بقى يدبر مين اللي يعمله. طيب افرض تزوجت أخو الأب، يعني عم الطفل، ما تسقطش حضانتها، لأن عم الطفل مش هيضيع ابن أخوه. فهم؟ كان زمان في الأرياف كده، كان أبويا يحكي لي يقول لي في بلدنا لما كان واحدة تبقى عندها أولاد وجوزها يموت، يوم يتجوزها أخوه عشان يربي أولاد أخوه. كانت العادة كده زمان، إنما الوقت الندالة بقت متوفرة والحمد لله في هذا الزمان. ليه؟ علشان مجرد إن العم تزوج الأم دي، عم الأولاد، يفضلوا الأولاد في حجر أمهم ومع مين؟ مع عمهم، فيطلعوا في أسرة محترمة، علاقته بأسرة أبيه كويسة وعلاقته بأمه كويسة، يقوم يطلع الإنسان الطفل سوي. فهمت بقى إزاي؟ لكن لو تزوجت واحد مش من العيلة خالص، هنا تسقط حضانتها بقى. فهمت بقى؟ لأنه ممكن يجي واحد شرير لما يلاقيها بتراعي ولادها يضربها وينكد عليها ويضرب العيال. ده في ناس بيعاملوا ولادهم معاملة سيئة جدا، فما بالك لو كانوا مش ولاده كمان؟ هيربطهم في رجل السرير ويكهربهم زي ما بتقرأ في صفحة الحوادث. فهمت؟ فربنا ينجينا. من زوج ليس من محارم الطفل صوابه أن يقول ليس له حق في الحضانة كأجنبي، فإذا تزوجت به ولو قبل الدخول فلا حضانة له. يعني بمجرد العقد على الرجل الأجنبي تسقط حضانتها على طول، مش نستنى الدخل. وإن رضي الزوج بدخول الولد داره لأنها مشغولة عنه بحق الزوج. حتى لو الزوج الجديد ده قال لها لا انا هتجوزك وابنك يبقى معاكي وانا اتعهد باني اربيه، حتى لو عمل جميع التعهدات، نقول له لا متشكرين، لانها مشغوله عنه بحق الزوج، وانما لم يعتبر رضاه لانه ربما رجع فيشوش امر الولد مع كونه اجنبيا عنه. فان نكحت شخصا من محارمه، صواب ان يقول بدل قوله من محارمه له حق في الحضانة، لأن المدار على كونه له حق في الحضانة وإن لم يكن من محارمه بدليل تمثيله، فإنه مثل بابن العم، ابن العم مش من محارم، ابن عمه لو تزوج الأم خلاص، صحيح مش محارمه لكنه له علاقة بالطفل من عيلته. فهمت؟ من عصبته، مع أنه ليس من محارمه لكن له حق في الحضانة لأنها تثبت للذكر القريب الوارث ولو غير محرم، ولوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث. ويتعين أن الشارح أراد بكونه من محارمه أن له حق في الحضانة وإن لم يكن من محارمه، ليستقيم تمثيله كما نبه عليه الشبرمليسي. شبرمليسي نسبة لشبرمليس
اللي هي البلد بتاعته. تملي كان علماء الازهر كل واحد ينسبه لبلده، يقول لك الامام الباجوري عشان جاي من الباجور، الايه يقول لك الامام الاوسني عشان جاي من اوسنا، الامام الشبرمليسي جاي من شبرمليس، والاسناوي جاي من اسنا، وهكذا. فكل واحد ينسبوه لبلده، واخد بالك ازاي؟ شبرمليس دي تبع المنوفيه بظن، شبرمليس ده. احنا عايزين نجمع كم شبره في مصر؟ في كتير قوي، في شبرخيت، شبرمليس، شبره الخيمه، شبره البلد، وشبره منط. عايزين نعمل بحث كده. شبره ايه؟ وشبره العنب. بس المصريين يضموا الشين، يقول لك شبره، هي شبره في الفصيح شبره. فانا عايزين نجمع كده كم شبره، حد يجمعها لنا ويجيبها لنا يوم الاثنين الجاي. مصر فيها كم شبره؟ ويقول لنا كل ما دي كل قريه تابع محافظه ايه، وطلعت مين من العلماء. نشوفها في المعجم، اكيد ليها معنى. نعمل بحث عن شبره. يلا اما تخلص امتحانك يا عم، انتوا عندكم بلد في بلدكم اسمها شبره؟ ها ليه كده؟ ربنا يعوض عليك. نبه علي مين الشبره من ليسي. خلاص، كعم الطفل، اي كان طلقها ابو الطفل وله اخ فتزوجت بعد انقضاء العده باخي الاب وهو عم الطفل. وقوله او ابن عمي اي ابن عم الطفل، كان طلقها ابو الطفل وله ابن اخ فتزوجت بعد انقضاء عدتها بابن اخي الاب وهو ابن عم الطفل. وقد تقدم انه ليس من محارم، او ابن اخيه اي ابن اخي الطفل. واستشكل ازاي تتجوز ابن اخوه؟ مشكله دي. يبقى الحاضنه هنا مش الام، بس ببساطه. فهمت ازاي؟ تبقى الحاضنه هنا مش الام، حلها كده. ما مش شرط تبقى الحاضنه الام. فهمت بقى يا استاذ؟ عشان يبقى مخك يعني ذكي كده على طول تفهم. وقوله او ابن اخيه اي ابن اخي الطفل. واستشكل تزوجه بابن اخي الطفل بانه ان كان ابن اخيه الشقيق او لامه فهو ابن ابنه، فتكون ام الطفل جدته، فكيف تتزوج به؟ وان كان ابن اخيه لابيه فقط فهو ابن ضرتها، فتكون هي موطوءه جد، فكيف تتزوج به؟ فتحرم عليه في الصورتين. واجيب بان ذلك يتصور في مطلق، في مطلق الحاضنة، في مطلق الحاضنة لا خصوص الأم، وإن اقتضى سياق كلام المصنف، وذلك بأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فيصح لأنه أجنبي منها. ويتصور أيضا في الأم المجازية وهي الجدة، كأن تموت الأم فتنتقل الحضانة لأمها وهي جدة الطفل وتسمى أما مجازا. فإذا تزوجت بابن أبي الطفل الذي من غير بنتها فقد صدق عليه أن أم الطفل مجازية وهي الجدة، تزوجت بابن أخي الطفل، بل لها أن تتزوج بابن أبي الطفل الذي من غير ابنتها. فيصدق عليه حينئذ أن أم الطفل المجازية وهي الجدة تزوجت بأخي الطفل، والمستشكل نظر لكون السياق في أم الطفل الحقيقية. قول ورضي كل منهم أي من عم الطفل وابن عمه وابن أخيه، وإنما اعتبر الرضا لأنه له حقا في الحضانة فتحمله شفقته على رعايته، فتبقى حضانتها مع تزوجها به ليتعاون على كفالته، وإن كانت الحضانة في الأصل للأبوين. فاندفع بذلك قول المحشي لا يخفى أن حق الحضانة في ذلك للزوج والزوجة معا، فما معنى هذا الرضا؟ ووجه الاندفاع أنه لما كان له حق في الحضانة في الجملة اعتبر رضاه، وإن كان حق الحضانة في الأصل للأبوين. بالمميز كان الأشمل أن يقول بالمحضون كما تقدم، فلا تسقط حضانتها بذلك أي بتزوجها بمن له حق في الحضانة ورضي. فإن لم يرضى سقطت حضانتها. افرض تزوجت عم الطفل وعم الطفل مش راضي بالحضانة، سقطت حضانة خلاص. فهمت؟ فإن اختل شرط منها أي من الشروط المذكورة كما أشار إليه الشارح بقوله أي السبعة في الأم أي أو في غيرها سقطت حضانتها، أراد بالسقوط ما يشمل عدم الاستحقاق ابتداء كما يشمل انتفاءها بعد ثبوتها. فإذا اختل الشرط فيها قبل ثبوت الحضانة لها لم تستحق الحضانة، وإذا طرأ اختلال الشرط بعد ثبوتها سقطت حضانتها. لكن لو خالعها الأب على 1000 مثلا، هيديك مثال إمتى لا تسقط حضانتها بالرغم إن هي إيه لم يتوفر فيها شرط الخلو من الزوج. مثال بس، لو خالعها الأب على 1000 مثلا
وحضانة ولدي الصغير سنة أو سنتين مثلا، ثم تزوجت، يعني خالعها مقابل إيه؟ إن تدي له 1000 جنيه وتحضن طفله منها لمدة سنتين. فراحت اديته الـ1000 جنيه وخدت الطفل، وراحت تزوجت قبل السنتين دول، يبقى العلاقة بينهم علاقة إجارة. فهمت؟ هنا بقت علاقة إجارة، كأنه مأجرها، كأنه مأجر دار حضانة، فهو يفضل عندها لحد ما يخلص إيه؟ كأنه دافع إيجار حضانة لمدة سنتين. فهمت بقى إزاي؟ بقت علاقة إجارة. لكن لو خالعها الأب على 1000 مثلا وحضانة ولدي الصغير سنة أو سنتين مثلا، ثم تزوجت في أثناء المدة المعينة، فلا يسقط حقها وليس له انتزاع منها في تلك المدة، كما حكاه في الروض عن القاضي حسين معللا له بأن الإجارة عقد لازم. وبه يعلم أن الاستحقاق هنا بالإجارة لا بالقرابة، والمراد سقطت حضانتها ما دام المانع قائما. فإن زال، زي ما تسأل، أو فإن زال، كأن أفاقت المجنونة أو عتقت الرقيقة أو أسلمت الكافرة أو تابت الفاسقة أو أقام المسافر أو طلقت المنكوحة ولو طلاقا رجعيا، عادت الحضانة إليها ولو من غير تولية جديدة لزوال المانع كالأب والجد والناظر بشرط الواقف. ولا خامس لهم، يعني جايب لك أنواعه اللي هي إيه؟ لما تزول الموانع ترجع لهم الولاية لزوال المنع كالأبي والجد والناظر، ناظر الوقف يعني، وبرضو إيه؟ الحاضنة. يبقى هما دول إيه؟ ولا خامس لهم. وتستحق المطلقة الحضانة في الحال ولو قبل انقضاء العدة على المذهب، كما تقدم شرح مفصلا أي في التفريع على مفاهيم الشروط كما رأيت. وكده انتهينا الحمد لله من الأبواب المتعلقة بالزواج والطلاق والخلع وغير ذلك، وحنقف على كتاب أحكام الجنايات. الجنايات زي القتل والجرح، القتل والجرح يعني قتلوا أو جرحوا أو قطع له عضو، نعمل فيهم إيه دول؟ هنشوف بقى المرة الجاية، يعني هنشتغل إحنا بعد بقى إيه؟ محكمة الجنايات، هنشتغل في إيه؟ كأننا في محكمة الجنايات. ما يدورش، ما يدورش، طالما طول الليل في من يعوله يراعيه تحت إشرافها هي، يعني مرتب له حد ياخد باله منها، أمها بتسيبه عند أمها، بتسيبه عند أختها، ما يجراش حاجة. أيوة. هو عقد الإجارة ملزم، لكن لو ارتبط بسامح وطلب مرات الطفل برضه ليس من حقه أن يفسخ؟ لا، يبقى خلاص هو يعني فسخ العقد. ما هو له أن يفسخ العقد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أقم الصلاة.